يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، نعم، فلو أن هناك شخص لا تمر ساعة إلا وقام يتوضأ أكثر من مرة، فهل فعله صحيح وهل يكون مطبقا للحديث؟ والله أعلم معنى الحديث أنه يكرر الوضوء، معنى الحديث أنه يتقن الوضوء، يحافظ عليه يعني يتقنه ويسبغه ويعتني به. نعم.